بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، معاكم أميرة عادل، بمسي على كل حبايبي. والنهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا ببواقي التلاجة، هتعجبكم أوي بإذن الله. حاجة كده مفيدة كده للولاد زي ما انتوا شايفينها كده، والتتبيلة تحفة حقيقي. شايفة الخضار بعد التسوية لونه جميل ازاي، محتفظ بلونه الأخضر الجميل، واللحمة مستوية آخر سوى. وقبل ما نقول عملنا وصفة النهاردة ازاي، لو الفيديو عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة للأول مرة يشوفني، ويفعل جرس التنبيه عشان يوصله كل جديد. يلا بينا نشوف عملنا وصفة النهاردة ازاي. انا فتحت التلاجة، طلعت كل الخضار اللي كان موجود فيها. معانا بصل مقطعه ترانشات، ومعانا جزر، ومعانا كوسة، وديت فاصوليا، وبطاطس مكعبات، ودي طماطم متقشرة برضو متقطعة مكعبات، وبسلة، ولحمة مقطعة مكعبات صغيرة، تبقى سهلة جدا في الأكل زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نشوف التتبيلة بتاعتنا. معانا نص معلقة بهارات مشكلة أو 7 بهارات، نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة بابريكا، نص معلقة زعتر، دول معلقتين كبار زبدة. وهنا معانا 1 كوباية عصير طماطم فريش، وربع كوباية زيت. هحط الزيت على الطماطم. بعد كده هنجيب مجموعة التوابل اللي احنا كنا مجهزينها، هي والزبدة، وهننزلهم على الطماطم. بعد كده هنقلبهم بقى لغاية ما كل الخليط كله يمتزج مع بعضه. ومعانا معلقة ملح كبيرة، وهنقلب الخليط كله زي ما انتوا شايفين كده. شايفة التتبيلة بتاعتنا تحفة ازاي. يلا بقى ناخد التتبيلة دي كلها وننزلها على مجموعة الخضار بالشكل دوت. هغطي بيها الخضار كله وابتدي بقى اقلبه لغاية ما الخضار كله يمتزج مع بعضه هو واللحمة. وطبعا لازم تكون القطعية بتاعت اللحمة تكون لحمة طرية علشان تستوي مع الخضار. بعد كده بقى ببتدي ان انا انظم الخضار واسويه كله كده هوت في الصينية بالشكل ده. تعالوا بقى نجيب ورقة فويل ونغطي بيها الصينية علشان الخضار ينزل كل المية اللي فيه، ومش هنحط فيها اي كمية سوائل تانية غير الكمية اللي احنا حطيناها، عشان الخضار هينزل الكمية اللي فيه وهيستوي. الخضار واللحمة كله هيستوي من المية اللي هتنزل من الخضار. بعد كده هندخلها الفرن على اعلى درجة، هتاخد حوالي 1.5 ساعة في الفرن. وبعد كده هنشيل الغطا وهنعرضها للشوايه تاخد وش كده من فوق. يلا بينا بقى نعمل حبه رز حلوين للاكله الحلوه دي. في حله على النار هحط معلقتين زبده، واحط عليهم معلقتين زيت، واحط ورقتين غار، ودوت حبهان مطحون، نحط طرف المعلقه كده هوت، هيدي طعم جميل للرز. نبتدي نقلبهم كده في الزبده مع الزيت، يطلعوا الريحه. بعد كده نكون ما عندنا الرز غسلينه، هننزل بقى بالرز مغسول طبعا متصفي ميته، ده رز بسمتي. كل كوبايه من الرز البسمتي بتحتاج ميه من 1.5 كوباية لـ2 كوباية، بيكون كل رز على حسب احتياجه من كميه الميه. اهو بنقلب بقى الرز بالشكل دوت لغايه ما الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها تلف او تغلف كل حبايه من حبات الرز عشان يطلع معاك مفلفل وجميل. اهو بالشكل دوت بقلبه لغايه ما الميه اللي جواه كلها تنشف. بصي حبات الرز ازاي متغلفه بالزبده، شايفاها بتلمع ازاي. بعد كده بقى بنبتدي ننزل الميه المغليه على الرز، ما تحطيش ميه بارده، دايما استعملي الرز ميه مغليه. وهنحط معلقه كبيره ملح، وهنقلب كل المكونات كلها مع بعض. بعد كده هنغطي على الرز بعد ما يكون خد غلوة كده، نغطي بقى عليه ونوطي النار خالص. شايفة الرز بعد ما استوى مفلفل وجميل ازاي، كل حباية متغلفة بالزبدة شكلها تحفة. يلا بقى نغرف. وقبل ما نغرف تعالى اعرفك حاجة، طبعا انا بكلم البنات المبتدئه، لازم تحطي تحت الطبق البايركس او الصينيه البايركس انت مستعملاها لا تخرج من النار، لازم تحطي لها حمايه عشان ما تتكسرش. فمعلومه بحب اعرفها لك، طبعا انا عارفه ان كل الكبار عارفين المعلومه ديت، بس ده للبنات المبتدئه.
دلوقتي بقى خلاص الصينية بتاعتنا استوت والخضار كله استوى، شايفين شكله تحفة ازاي ولونه جميل جدا، الخضار كله زاهي الوانه حقيقي مبهجة حتى بعد ما استوى، شايفين. يلا بقى نغرف طبق حلو كده. نبتدي بقى ناخد كده حبة خضار على طبق الرز، يبقى طعمه جميل جدا، هيعجب الولاد قوي. تعالوا بقى ندوق الخضار كده، هوت خضار مستوي وطعمه جميل جدا، واللحمة مستوية آخر سوا. بصي شايفة بتتلع بسهولة ازاي، استوت مع الايه مع الخضار. الرز كمان جميل جدا. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة، بتمنى الوصفة تعجبكم وتنفذوها وتقولي رأيكم فيها ايه، وألقاكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.